سوتشي نالت شرف تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2014. أعمال البناء ظهرت في كل مكان في هذه المدينة ذات المناخ شبه الاستوائي على شاطئ البحر الأسود جنوب روسيا. الورش الجارية بمعظمها لتأسيس البنية التحتية التي تفتقرها المدينة لهكذا نشاط، والتي تمتد على مسافة 40 كيلومترا على طول الساحل، بالإضافة لبعض المرافق الرياضية. ملعب فيشت الأولمبي الذي سيشهد مراسم الافتتاح والختام وتوزيع الجوائز لا يزال موقع بناء ضخم. أما بعض الورش الأخرى باتت جاهزة، بما فيها قصر جليد البولشوي للهوكي وقصر آيسبرغ للتزلج على الجليد. عام 2007 حصلت المدينة على الحق باستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لقربها من سلسلة جبال القوقاز، والتي لا تبتعد عن المدينة أكثر من 50 كيلومترا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار المنتجع الذي يقع على بعد 10 كيلومترات من الحدود الجورجية لرصد التقدم المحرز. الحكومة الروسية كانت سخية جدا مع المشروع. ألعاب سوتشي هي الأغلى في التاريخ بتكلفة قدرها 36 مليار يورو، معظمها للبنى التحتية، فيما تكلفة فانكوفر عام 2010 1.4 مليار يورو وتورينو 3.4 مليار. هذا المبلغ أكبر بخمس مرات من المتوقع. وقد تمكنت الإذاعة الروسية مؤخرا من تسجيل هذا الحوار بين الرئيس الروسي ونائب رئيس الحكومة. هناك أكثر من عامين من التأخير؟ نعم. زادت التكاليف؟ نعم كثيرا. على سبيل المثال، حلبة القفز التي كان ينبغي أن تستكمل في حزيران من عام 2011 باتت تكلفتها 200 مليون يورو، أي أكثر بثماني مرات مما كان مخططا لها. وفي النهاية لابد من الإشارة بأن التجهيزات التي يجري العمل عليها من المفترض أن تقدم ألعابا لم تشهدها من قبل الألعاب الأولمبية، ومن المفترض أن تدخل سوتشي بقوة في تاريخ هذه الألعاب.